سيدنا. جاء البطل يفرح شاشتنا. اهجم اهجم لا تلين، نحن معك معك أجمعين. حطم الأشرار، ساند الأحرار. جنجر جنجر البطل الجبار. حطم الأشرار، ساند الأحرار. جنجر جنجر البطل الجبار. مهما نظرت إلى الأرض فإني لا أمل من منظرها. حقا إن الأرض هي أروع كوكب على الإطلاق، لذلك قررت الاستيلاء عليها دون تدميرها. لقد كلفتنا حتى الآن تضحيات كثيرة. ضحينا بالمزيد من رجالنا وهذا يكفي، لا سيما وأن جونجر يوجه لنا الضربة تلو الأخرى. لا يسعنا البقاء طويلا في الفضاء ونحن نخسر رجالنا. أيها الرفاق، خطرت لي فكرة فاسمعوها جيدا. يجب أن نضع خطة موسعة للحصول على أكثر من القدرة والأكسجين، لذلك أقترح عليكم إعلان حرب شامرة على البشر. ما رأيكم؟ ها؟ إعلان الحرب؟ أجل، لكن ما دام جونجر في الوجود لا يخشى أن نقع في الخطأ نفسه؟ لا لا، كل شيء سيتغير، سيتغير تماما. انظروا إليه، إنه كورديلا من كوكب الفورد. كورديلا له إمكانيات خارقة، حتى جونجر لا يستطيع أن يجابهها أبدا. لكن يا مدمر واحد، نعم، ماذا يحدث إذا لوث كورديلا الأرض بمواده الإشعاعية؟ معه حق، لذلك حاربنا حتى الآن دون مساعدة خارجية. حاولنا حتى الآن الحصول على الأكسجين دون المساس بالأرض، لكننا وصلنا إلى مأزق بسبب جونجر. لم يبقى سوى أن نقضي عليه بالإشعاع الذري، حتى لو كان ذلك في تدمير نصف الأرض. تدمير نصف الأرض؟ اتركوا الجزء الجنوبي من الأرض سليما لأنه مليء بالنبات، واقضوا على الجزء الشمالي. هل نفقد الأمل في استخدام النصف الشمالي؟ تماما، لا أمانع إذا دمرتم القارة الآسيوية كلها، ولكني أريد أن تخلصوني من جونجر لأنه عدونا الأول. هل مستعدون أنتم؟ جيدة وطائرة غير جيدة يا راي. اسكت، أعطيتني طائرة لا تنفع أبدا. إنها غاضبة لأنها لا تعرف كيف تطيرها. ما جوابك إذا؟ سأعطيك طائرتي، خذي. لم أقل إني أريد طائرتك. لا بأس، خذيها، أنا سأطير طائرتك يا راي. حسنا، ما دمت تصر. يا ما دمت مصرا، ما أصعبك. طيب، أنا مصر على أن تأخذي طائرتي. حسنا. يا ضحكت علي هذه الخبيثة. انظري، طائرتها مرتفعة جدا جدا. أنت ماهرة حقا يا راي، ولا تمدحني كثيرا. يا لها من محتالة كبيرة. رائع، فاز في مباراة الطائرات الهوائية الآنسة راي كانجي. كانتارو، ماذا تفعل على الأرض؟ ما هذه الريح؟ جاءت في الوقت الذي كنت أفوز به في الجائزة الأولى. أستاذ الأمواج، أسرعوا أسرعوا إلى المرتفعات، هيا. أنا الأمواج.
الكل هنا؟ قطار في البحر. انظر. القطار يسبح مثل السمكة الطائرة. أحيانا يتصرف بغرابة مثل رجال الفضاء. مثل رجال الفضاء. خذ. عد نار الحطب. كنتارا أنت بخير. ما هذا السقيا؟ هاتي عنك. الموج. أسرع أسرع أسرع. أستاذ. أسرع أسرع كنتارا. أنا الوحش المخيف ولن يفلت أحد مني. انظر. ما هذا الوحش المخيف؟ ما هذا؟ أستاذ أسرع. يجب أن نصل إلى فوق. صعب عليكم. مصيبة. الصخور تسقط علينا. بسرعة بسرعة إلى الشاطئ. هيا. ابتعد عن المدخل. أستاذ يجب أن أذهب من هنا. إلى أين؟ هنا آمن لك. هنا آمن. كنتارو حرارتها مرتفعة. أستاذ يجب أن أترككما. تتركنا إلى أين؟ لآتي بالنجدة. سأخذ والوحوش في الخارج. لا تخف علي يا أستاذ. كنتارو إياك أن تقع. لا عليك يا أستاذ. لا عليك. انتبه جيدا. حاضر. مخيف لن نقدر عليه. تراجعوا تراجعوا هيا بسرعة. الحمد لله صرت في الخارج. أيها الغريب. أنا كورديلا الجبار. إذن لست مدمرا. كلا ولكني أساعد المدمرين. ما أخبرك كيف تأتي إلى هنا؟ ألا تخاف على نفسك؟ أنت تهين كورديلا القوي الذي لا يقهر أبدا. سوف تنال نصيبك أيها الوغد وسوف ترى من هو الجونجر. أنت لا تعرف من أمامك. خذ هذه أولا.
الغريب إشعاعاته النووية تؤثر فيه مثل السم القاتل. سوف سوف تندم على الساعة التي نزلت فيها إلى كوكبنا أيها الوحش. إشعاعوا ألفا إشعاعوا بيتا. أما زلت تشك في إمكاناتي يا جونجر؟ جونجر! ابقى مكانك! ابقى مكانك يا جونجر! جونجر قف قاوم! قم يا جونجر! ترى ما هي طبيعة إشاعات هذا الوحش المخيف؟ جونجر في البركان. هكذا سيذوب وننتهي من أمره. سأقضي عليه. الوداع يا بطل الوداع. كيف تشعرين؟ بخير. هل أنت جائعة؟ كلا، هل عاد كنتار يا أمي؟ لم يكن في المنزل حين ذهبت لأشكره. لابد أنه فخور بإنقاذي، سيقول إن الأمر كان سهلا، لا داعي لشكره إذن. ما هذا الكلام؟ قال لي الأستاذ إن كنتار هو الذي أنقذك من البحر. أرجو ألا يكون حصل له مكروه. سأذهب وأبحث عنه. لا انظري. ما هذا؟ إلى جميع السكان، إلى جميع السكان، كفوا عن المقاومة وامتثلوا لأوامر المدمرين، وإلا أعلنوا عليكم الحرب. يعلنون الحرب؟ أمر مخيف. إنه مدمر. لا فائدة من انتظار جونجر، جونجر لن يأتي أبدا. كلام سخيف. أنت السخيف. أنت أنت تسمعوني؟ وأستطيع أيضاً أن أقرأ أفكاركم وأعرف أنكم مستعدون لخوض حرب لا أمل لكم فيها. بالطبع، لأنكم ستدمرون الأرض حتى ولو استسلمنا، لذلك نختار المقاومة. حسناً، سيعلن المدمرون الحرب عليكم وسأرسل كورديلا لتدمير مدينتكم فوراً، هل تفهمون؟ ونحن سنكون بانتظاركم. هل سمعتم؟ سيدمرون الأرض. يا ويلي. الآن وقت الحساب، سوف ندمر العالم. أخباهم. سوف أدمرهم جميعا. إنه يدمرنا، سوف نتراجع. كورديلا في حمل البركان لكي أذوب ما أغباه. لا يعرف أن قوة الكهربائية تتضاعف عندما أتعرض للحرارة الكبيرة. إنه غبي، غبي حقا. جونجر!
جونجا أنت بخير؟ اسمع الآن، دع كورديلا يفرغ أكبر كمية ممكنة من إشعاعاته الذرية كي تضعف قوته وتهاجمه. جونجر، يقول والدي أن دع كورديلا يفرغ أكبر كمية من إشعاعاته النووية. هذا ما سيفعله بكل بساطة إذا عرضت نفسي له. لكنك ستعرض نفسك للخطر الشديد. حسب قول الأستاذ هوشي، إذا كان كورديلا مكونا من نفس المادة التي تتركب منها إشعاعاته الذرية، ستتغير ذراته إذا ما أفرغ كل ما يحتويه من إشعاعات نووية. وماذا لو كان مركبا من مادة أخرى؟ إذن تكون نهايتي. كانتارو، يجب أن تعرف حقيقة كورديلا. إنها مخاطرة كبيرة. لم يعد لدينا الوقت الكافي لاكتشاف حقيقة تركيب كورديلا، يجب أن نواجهه. والمدمرون يائسون أيضا يا كانتارو. الصواريخ! الصواريخ النووية لا تؤثر به. نحن نبث الآن للعالم كله بواسطة أقمارنا الاصطناعية. ستتعرض كل مدنكم للدمار كما تشاهدون. جونجر، اعتقدت انك انتهيت يا جونجر. انت وحش لطيف يا كورديلا، لطيف جدا. انقذت حياتي عندما رميتني في البركان، شكرا جزيلا. الويل لك، هذه المره سامزقك شر تمزيق يا جونجر. مات يا جونجر، لن تنفذ الآن من إشاعات الجبارة، لن تنفذ. يتغير ويتبدل كما يريد، كيف هذا؟
لماذا لا تردين علي؟ ألست صديقك؟ عندي فكرة، تعالي نلعب بطائرات الهواء، ما رأيك؟ ها؟ أتعني ذلك؟ طبعا طبعا. حقا؟ وتصنع لي طائرة؟ ها؟ ما بك؟ ألا تعرف أن تصنع طائرة هواء؟ أصنع. الآن أركضي بسرعة كي ترتفع الطائرة. أنا جاهزة، هيا. شاشتنا اهجم اهجم لا تهين، نحن معك معك أجمعين. حطم الأشرار، ساند الأحرار، جونجر جونجر البطل الجبار. حطم الأشرار